السلام عليكم درنو لیدونکو، نن د فبروري 28 نیټه 2000 کال ادریس خان له حج نه راغلی او خپل دوستانو ته یو محفل نیولی د لافغان غیات په رستورانت کې په لابل کې. خدای دې حج ورته قبول کړي. تشکر سے تاثر آگ لے تیرا مننا انشاءاللہ ہیرو کھولا شکر تخت رکھے پسند ہوگی وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. اللهم اغفرهما وارحمهما ولا تعذبهما وجل ذنبك وسعهما ولا اليه مركبك حاضر مجلس خدمات وسط توفيق ورسالات الله وحجي نسيبك حاضر مجلس مسلمان خصوصا افغانان اتحاد.